أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرتي الأخبار المباشرة، والبداية بأهم العناوين. جلالة الملك محمد السادس يؤدي اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في العاصمة الرباط. سفارة المملكة بالرياض تقول أنها لم تسجل لحد الساعة أي وفاة في صفوف الحجاج المغاربة. وبالداخل والعيون توزيع مجموعة من أضاحي العيد على عدد من الأسر المعوزة. أهلا بكم، عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. البداية من الرباط، حيث أدى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم الخميس صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. تفاصيل في سياق تقرير لمحمد نوار. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أدى اليوم الخميس صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وقد غصت جنبات الطريق التي مر منها الموكب الملكي بحشود المواطنين والمواطنات الذين جاءوا ليباركوا لأمير المؤمنين هذا العيد السعيد، هاتفين بحياة جلالته ومباركين خطواته. ولدى وصول جلالة الملك إلى مسجد أهل فاس استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وذكر الخطيب في خطبة العيد أن من أيام الله الفاضلة أيام العشر من ذي الحجة التي جعلها الله محطات يتزود فيها المسلمين بطاقات إيمانية، مبرزا أنها أيام الخير والفضل والبركة. أتم الله فيها النعمة على أمة الإسلام وأكمل فيها الدين وأنزل فيها على قلب رسوله الكريم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. وبعد أن ذكر بقصة رؤيا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين رأى في المنام أنه يذبح ابنه، أشار الخطيب إلى أن الحكمة من الرؤيا تحققت وجاء النداء من الله تعالى لخليله إبراهيم، موضحا أنه منذ ذلك التاريخ صار ذبح الأضاحي شريعة دينية يتوارثها الخلف من السلف. وقال الخطيب إن العيد موسم إسلامي عظيم، مضيفا أن أمير المؤمنين بإقامة صلاة العيد وذبح الأضحية يقتدي بهدي جده المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين عن نفسه وآل بيته وعن من لم يضحي من أصحابه. وخلص الخطيب إلى التذكير بأن الله تعالى أنعم على بلدنا بالإسلام وبملوك أخيار حريصين على شأن الأمة دينا ودنيا، محققين لأمتهم ما يجلب لهم الرخاء والاطمئنان والتقدم والازدهار. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يغدق شآبيب الرحمة والرضوان على الملكين المجاهدين الحسن الثاني ومحمد الخامس، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. وبعد أداء صلاة العيد تقدم للسلام على جلالة الملك وتهنئته بالعيد السعيد رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، كما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وفي ختام هذه المراسم غادر أمير المؤمنين مسجد أهل فاس عائدا إلى القصر الملكي في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد المبارك. وبالقصر الملكي تقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك من صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ثم تقدم للسلام على جلالة الملك وتهنئته بالعيد السعيد رئيس الحكومة ورئيس مجلسي النواب المستشارين ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الهيئة الوزارية والمندوبون الساميون ورؤساء المجالس الدستورية وأصهار جلالة الملك ومديرو الدواوين الملكية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني والمدير العام للدراسات والمستندات وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.
بعث جلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، على إثر حادث التدافع المفجع الذي وقع صباح اليوم الخميس بمنن، مسفرا عن وفاة وجرح العديد من الحجاج. وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة لخادم الحرمين الشريفين ومن خلاله إلى أسرة الضحايا المكلومة عن أحر تعازي وأصدقي مشاعر المواساة والتضامن. وبهذه المناسبة الأليمة أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الوفد الرسمي للحج ولسفير جلالته بالمملكة العربية السعودية بالتأكيد من سلامة الحجاج المغاربة والاطمئنان على أوضاعهم. وفي نفس الموضوع نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي قوله أنه عند الساعة 9 من صباح اليوم الخميس وأثناء توجه حجاج بيت الله الحرام إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة حدث ارتفاع وتداخل مفاجئ في كثافة الحجاج المتجهين إلى الجمرات بمنن، مما نتج عنه تزاحم وتدافع بين الحجاج وسقوط أعداد كبيرة منهم في الموقع. وكانت حصيلة حادث التدافع قد ارتفعت إلى 453 حالة وفاة و719 حالة إصابة، وهذا وقد أعلنت سفارة المملكة بالرياض أنه لم تسجل لحد الساعة أي وفاة في صفوف الحجاج المغاربة في حادث التدافع الذي وقع صباح اليوم في مشعر منن بمدخل الجمرات وخلف العديد من الوفيات والإصابات. بالعودة إلى موضوع صلاة عيد الأضحى المبارك، فقد أقيمت بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية بحضور مسؤولين محليين. في المتابعة محمد المصطفى خيا. بالعيون وبحضور والي الجهة والمنتخبين والأعيان وعدد هام من المسؤولين المحليين إلى جانب حج كبير من ساكنة المدينة، أدى الجميع صلاة عيد الأضحى المبارك، وتم الاستماع لخطبة العيد وما تضمنته من فضائل كبرى لهذه المناسبة الدينية. وبقليميم وبحضور والي الجهة وعدد هام من الشخصيات والمسؤولين المحليين أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، واستمع الجميع لخطبة العيد حول أهمية هذه المناسبة الدينية. وبالداخل أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور والي الجهة وعدد هام من الشخصيات المحلية، كما تم الاستماع لخطبة عيد الأضحى المبارك. بوجدور والآخر شهد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك والاستماع لخطبة العيد بحضور عامل الإقليم والمنتخبين وشخصيات مختلفة. وبطرفها أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور عامل الإقليم وعدد هام من الشخصيات المحلية وساكنة المدينة، وتم الاستماع عبر خطبة العيد لفضائل هذه المناسبة الدينية. الطنطان هو الآخر شهد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك والاستماع لخطبة العيد بحضور عامل الإقليم والمنتخبين وشخصيات عدة. وبسمارة أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور عامل الإقليم وعدد هام من الشخصيات المدنية والعسكرية وساكنة المدينة، وتم الاستماع عبر خطبة العيد لفضائل هذه المناسبة الدينية. وبأوسرد أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور عامل الإقليم وعدد هام من الشخصيات المحلية، كما تم الاستماع لخطبة عيد الأضحى المبارك. وبمدينة آسة أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور عامل الإقليم وعدد هام من الشخصيات المحلية وساكنة المدينة، وتم الاستماع عبر خطبة العيد لفضائل هذه المناسبة الدينية. وعقب صلاة العيد أقام ولاة الجهات الجنوبية الثلاث حفلات استقبال على شرف المواطنين الذين قدموا للتهنئة بالعيد. Thank you.
وكان والي جهة العيون الساقية الحمراء قد توجه عقب حفل الاستقبال إلى السجن المحلي للعيون رفقة وفد يضم منتخبين وسلطات مدنية وعسكرية. الزيارة تهدف إلى التخفيف عن السجناء خصوصا خلال العيد وهم بعيدون عن الأهل والأحباب. دائما بمناسبة عيد الأضحى المبارك قامت جمعية طيبة لغسيل الأموات والأعمال الاجتماعية بتوزيع مجموعة من الأضاحي على عدد من الأسر المعوزة. العملية استفاد منها حوالي 25 أسرة. المزيد مع العالي حميميد ومحمد يداس. مبادرة إنسانية شملت حوالي 25 أسرة معوزة تفقدت هذه الجمعية بأكباش خلال هذه العشرة التي تسبق عيد الأضحى. مبادرة تكرس مظهرا من مظاهر التكافل والتضامن الاجتماعي بين كافة أطياف المجتمع. هذه المبادرة بمناسبة عيد الأضحى وهي توزيع الأضاحي، هي الحمد لله اعتادت جمعية طيبة منذ 7 سنوات أنها تقدم أضاحي العيد للأيتام والمعوزين، والحمد لله كان هذا العام وهذا العيد هو الحمد لله اللي يشهد أكثر عدد مستفيدين، حيث أنه بلغ عدد المستفيدين من أضاحي العيد 25 أسرة. كتر خيرنا وخيرهم ديما استافدوا من دي الجمعيه، ديما فرحونا اولادنا وفرحونا تركتنا كاملين معوزين وتركه اليتامى وكل شيء. كتر خيرنا وخيرهم جابوا لنا العيد، والله الا زين عندنا ذا اللي عدلونا ونشكرهم عليه، وهم هم اللي جابوا لنا العيد الفايت. الله يجازيهم ويكافيهم، والله ما كنا شي معولين قاع عليه وشي قاع كنا نحلموا به، يا غير الله يجازيهم ويكافيهم ويكثر خيرهم ويكبر بينا وبهم بالمسلمين كاملين عامة. مبادرة خيرية تأتي في سياق الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية التي تضعها الجمعية نصب عينها وتسعى إلى تحقيقها من أجل رسم البسمة على شفاه اليتامى والفقراء في مثل هذه المناسبات. وإحياء لمشاعر التكافل والتضامن دائما وفي إطار برنامجها الاجتماعي الذي يهدف إلى مساندة الأسر المعوزة. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك قامت جمعية الهدى للتنمية والتضامن بالعيون لتوزيع أضحية العيد على مجموعة من الأرامل في محاولة منها لإدخال الفرحة إلى قلوب الأيتام في هذا اليوم المبارك. بيئياً وبمناسبة عيد الأضحى المبارك بادرت إحدى شركات النظافة بالتعاون مع جمعية مستقبل أغويدير بتنسيق مع المجلس البلدي لجليميم والمكتب الوطني للماء على تنظيم حملة لتوزيع أكياس بلاستيكية على ساكنة المدينة في إطار المساعدة على جمع نفايات الأضحى والحفاظ على جمالية المدينة. حضن أحضار ومحمد فاضل عبيدة. حملة لتوزيع أكياس بلاستيكية على سكان العديد من أحياء المدينة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 30,000 كيس بلاستيكي ستسلم بهذه المناسبة لجمعيات مدنية تنشط في الحقل البيئي بالمنطقة، ستعمل بدورها على توزيعها على المواطنين أملا في انخراط الجميع في عملية جمع مخلفات أضحية العيد والحفاظ بالتالي على سلامة المجال البيئي بالمدينة. بمناسبة عيد الأضحى والمشاكل اللي كتخلفها المخلفات ديال الاضاحي، مهمه الشركه واحد البرنامج انها توزع الاكياس البلاستيكيه على جميع المواطنين مدينه قلميم نظرا باش نتفاداو داك المخلفات ديال الاضاحي وحفاظا على البيئه. تهدف هذه العمليه الى تحسيس السكان باهميه جمع نفايات الاضاحي او الاضحيات ووضعها في اكياس بلاستيكيه بدلا من وضعها بشكل عشوائي على قارعة الطرق والأرصفة أو رميها في قنوات التطهير السائل، والهدف كذلك من هذه المسألة هو الحد من الأضرار التي تشكل هذه النفايات على قنوات التطهير السائل التي يتضح في كل بعد كل موسم عيد أضحى أن القنوات تختنق بسبب
رمي تلك النفايات بها. مبادرة تحسيسية بمناسبة عيد الأضحى غير باش الجميع يساهم فيها باش الأمور ديال النظافة تكون تبقى المدينة نقية. هذا هو اللي وبغينا الجميع يتعاون معنا ويساهم فيها، وهذه مبادرة درناها في هذا الحي وغنديروها في بقية الأحياء إن شاء الله. تنوصي السكان بان الفضلات باستعمال الاكياس البلاستيكيه لجمع الفضلات وعدم رميها في المجاري وفي الزقه. حمله بيئيه اذا تسعى اساسا الى التحسيس بضروره تغيير سلوكيات المواطنه تجاه مجاره البيئي وكذا اهميه مساهمته في نظافه احياء المدينه خاصه خلال ايام عيد الاضحى المباركه. إذن مشاهدينا الكرام، تشكل فرص الأعياد مناسبة تعرف من خلالها الأسواق حركية دؤوبة، أمر لا ينعكس خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تعرف محلات بيع الألبسة كسادا كبيرا إذ تستنزف مصاريف الأضاحي جيوب الأسر. والنموذج نرصده من طنطان في متابعة محافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. تجار وأصحاب محلات لبيع مختلف الألبسة يشكون ركودا كبيرا خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك، كساد مرضه عزوف المواطنين عن اقتناء ألبسة العيد. مواطنون أثقلت كاهلهم نفقات اقتناء أضحية العيد ولوازم هذه المناسبة الدينية، مناسبة تتزامن مع نهاية العطلة الصيفية وبداية الدخول الدراسي الجديد، وهو ما أنهك قدرة المواطن الشرائية. دابا العيد كبير بالمقارنه مع العيد رمضان، العيد رمضان كيدور روج مزيان، ولكن بالنسبه للعيد الكبير راك عارف العيد الكبير الحاولي والناس الله يحسنهم، ولكن الحمد لله هي كاين فرق بزاف، ماشي العيد الكبير ناقصه فيه شويه الحركه ماشي بحال العيد رمضان، ولكن جات مع الدخول المدرسي شويه الحمد لله. الحمد لله على كل حال الاقبال في هذا العيد هذا كان شويه حيتاش مع المواطنين تهلك مع مع داك سميتو الدخول المدرسي والعيد وهذه، المهم يعني اللباس شويه وصافي. العام ناقص واحد الشيء البيع والشراء ماشي كما كان بحال الاعياد اللي فيه، العام ناقص واحد الشيء لا على حسب الدخول المدرسي والعيد الكبير والسفر، ناس يلاه راجع من السفر. وكما الدخول ديال المدرسه كاين دروك الدخول المدرسي، كاينه العطله، كاين العيد، داك الشيء اللي تيشري شويه شي لقطات اللي تيكونوا شويه على العموم. دروك الا كانت الرواج تيكون على الجميع، كان واقف تيوقف على الجميع على كل شيء، الا كانت مروجه لقطة تروج. دروك مشات هي لواحد الجهه لهذا الشيء ديال الناس تيشروا الاحوال، تيشروا هذا الشيء ديال الضحيه. يبقى اذا ضعف الاقبال على اقتناء ملابس العيد سمة مميزه لمناسبه عيد الاضحى المباركه خلافا لباقي الاعياد الاخرى، ركود يؤدي فاتورته واولي التجاره الذين يعولون على مواسم الأعياد إنعاش حركية أنشطتهم التجارية. نصل اللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. ستكون الأجواء غائمة جزئيا بسحب مدارية آتية من الجنوب، مما سيهيئ الفرصة لنزول زخات مطرية رعدية لجنوب المنطقة. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 19 درجة بقليميم 26 درجة بآسة. درجات الحرارة العليا ستتراوح ما بين 38 درجة بأوسرد 25 درجة بكل من الطرفية وسيدي فني. في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى الهيج عموما. شروق الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 7:44 دقيقة، أما غروبها سيكون عند تمام الساعة 7:42 دقيقة إن شاء الله. أما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي: 38 درجة بنواكشوط، 30 درجة بباماكو، 34 درجة بتندوف، مع تسجيل 25 درجة بالعاصمة الرباط. إلى التذكير بأهم العناوين: جلالة الملك محمد السادس يؤدي اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بالعاصمة الرباط.
سفارة المملكة بالرياض تقول أنه لم يتم تسجيل لحد الآن أي حالة وفاة في صفوف حجاج المغاربة. وبيغليميم توزيع مجموعة من الأكياس البلاستيكية لجمع مخلفات الأضحية العيد. هذه النشرة غدا على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير.